على الانسان ما بيكون ضحكان برا معناته مبسوط ببيته، بس كاي بالمحل بالسوق عم يضحك مبسوط عم ينكت مع هذا ياخذ يعطي معناته مبسوط ببيته. اذا بتلاقي قاعد هيك حاطط العقده ومكسر وكذا عرف في مين منكد عليه بالبيت. اي نعم. فخذ وحده ثانيه مشان تربي الاولانيه، اذا ما زبطوا خذ وحده ثالثه بتربي التنتين، اذا ما زبطوا خذ وحده رابعه. اي نعم، بيربوا بعضهم البعض. فكانوا حاطين الاسطوره يمكن عند اليونان انه البيت اعمدته في اربع نساء شايلين البيت، انه الزوجه هي تشيل البيت، فكاتبين انه انتبهوا يعني في اربع نسوان هي شايلينه، مره واحده ما بتشيل البيت. اي نعم. فلذلك التعدد يعني واجب التعدد. سبحان الله، يعني وحده يعني بتكسر خاطر الزلمه، اذا حربت شو الله سبحانه وتعالى قال فاهجروهن في المضاجع. الزلم عم يهجرون، والله نسوان اللي عم تهجرنا بالمضاجع. اي نعم، ما هو نحن اللي عم نهجرون. لا حول ولا قوة الا بالله. ايمتى الانسان بيهجر بالمضاجع؟ بيكون في عنده تنتين ثلاثة. ها؟ وحدة ما زبطت لا هجرها. أما واحدة ما في غيرها، هجرتها ما تعطلت أنت الثاني. اي نعم. تجي العادة الشهرية اجتك العادة أنت الثاني. بالنفاس أنت وياها قعدتوا اي نعم نفسي مع بعضكم. اي نعم. فواحدة واحدة يا زلمة. اي نعم. وشو شو بتقول لك المرة؟ شوف لقال لك ها؟ أنا غير النسوان كلها. أنا إذا تجوز علي ما لك تجوز ولا ما يطلع بإيده شيء. ما لقيت حرمة طلع بإيده شيء. إي نعم. تجوز تجوز. بس يكون في معك بقى استطاعة بالجسم وبالنفقة. إي نعم تزوج، لا يهمك. إي نعم. أنا الشغلة اللي ندمت عليها بحياتي إني تميت على امرأة. إي نعم. كان لازم يعني وقت ما إي نعم.